كاين معمل هنايا، حنايا تقريبا شي عام وحنايا خدامين هنا، كاين المعمل هنا، هنا ما كيبانش معمل سري. لا الناس كتخرج كتغدى كدا او كيخرجوا الشغل، كتجي كاميون تاع عمار الترونسبورات موجودين. دابا هاد الايامات كانوا جالسين هما في ديك الايام دي الجائحه، دابا عاد رجعوا يمكن ما رجعوش كاملين. لا انا كناش كنشوفوا الناس كيدخلوا ويخرجوا بالنهار ويدخلوا في الصباح ويخرجوا في العشيه، والطوموبيلات اللي كينقلهم كي بالنهار ما يعني ما كاينش سر هنا، ما كانش كنعتقد سر نهائي. يعني كان في اخبار السلطات؟ ما كان ما يمكنش ما يكونش في اخبارهم، باش كيقولوا خمسه د الطوموبيلات هنا ديال ولا سته د الطوموبيلات كبار يعني كيهزوا العمال ويجيبوا في الصباح وكذا وسري، ما عرفتش كيفاش سري. الماء بزاف اسيدي، الماء جا بزاف وما عنده فين يمشي، كانوا صلحوا هذا الواد هذا وديك الاصلاح اللي عملوا له ماشي قد المشكل ديال هذا الواد هذا، ماشي قد القياس الماء اللي كيدوز من هنا ابدا ابدا. يعني كان باي، حنا كنا كندوزوا صغار من هنا كنعرفوا هذا معمل كاين، يعني هذا الشيء قديم كنعرفوا الصراحه. والصراحة ما كاينش شخص يكون بيان جدود، ما كنعرفوا كتكون باب مفتوحة كتكون كيكون بنادم داخل خارج، يعني هذا الشيء هذا اللي وقع شغنقول لك؟ اش وقع فحال شي فاجعة. هاد المحالة سيدي هذا راه قديم وراه جمع لنا مجموعة ديال الناس يعني كانوا جالسين وماشي سري، يعني الناس كيكونوا هنا كيتغداو لي كاع هنا في الباب ديال الدار هنايا، كيف سري؟ أنا في نظري ما خصناش نتكلموا على هذا المعمل، خصنا نتكلموا على هذه الكارثه اللي وقعت للناس. انا كنحمل المسؤوليه للمسؤولين، هما يشوفوا المسؤولين اللي شدوا لنا هذه المضخه باش ما يهودش الماء، هذا هو اللي نبغي نقول لك اخوتي. الدوله هي اللي كتحمل المسؤوليه، ما كدورش وتشوف المراقبين، كاينين الناس حالين المواحل هنايا بلا الرخص، كاين تشابيستات بلا الرخص، خصهم المخزن يوقف على هذا الشيء، السلطات توقف على هذا الشيء وتحيد هذا الشيء ولا يجعل البركه. كل سريه اذا كانت سريه راه معروفه، ولا ما كانتش سريه راه معروفه. سريه وشكون كيفاش سريه؟ شحال ماتوا ديال الناس؟ ماتوا 28 ديال الناس ونجاو 18 ربما، يعني شحال كتقول 18 شي 46 ديال الناس ولا شي حاجه، راه كيكونوا كثار، كيكونوا 100 ديال الناس، 100 ديال الناس خدامين في المعمل وسريه. ما كنظنش كنحمل المسؤوليه للناس اللي كيراقبوا هذه الامور هذه، هما يتحملوا مسؤوليتهم، هما ينوضوا يشوفوا شغالاتهم بكل صراحه.